ازيك يا استاذ ايهاب؟ ازيك يا كابتن كريم؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا طبعا يعني باكد على كل الكلام اللي انت قلته، اكيد طبعا احنا مهتمين بمباراه نادي الزمالك بالظبط زي ما اهتمامنا بمباراه النادي الاهلي. انت عارف طبعا مباراه افريقيا لها وضع خاص وكده، لكن احنا اكتر قناه كانت بتذيع مباريات مستحيل كان حد بيعرف يوصل لها بالظبط. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ديت. انا بطمن جماهير الزمالك، احنا بنعمل كل المحاولات اللي احنا نوصل لتجهيزات هندسيه نقدر نشوف بيها المباراه. انت عارفين طبعا في حاجات تكنيكال الجمهور العادي ما يعرفهاش، احنا ما نقدرش نشوف من هنا قمر افريقي، يعني ما نقدرش نشوف من هنا اشاره عن طريق ساتلايت في افريقيا، فلازم نحجز سبيس سيجمنت يعني اشاره في فرنسا، والاشاره دي من فرنسا احنا نقدر نشوفها هنا في مصر. نفس القصه في تونس، يعني بس اسهل بكتير، بس الامكانيات احسن في تونس شويه فبنقدر امكانيات اعلى، وهم اوريدي عاملين اتفاقيه مع فرنسا واخدين قمر ففي اسمه الدبليو 2، فاحنا في الاوقات ديت بنقدر يبقى اسهل بكتير من افريقيا. انت عارف هناك صعوبه النقل شكلها ايه، وساعات بينقلوا المباراه بيجيبوا مولد كهرباء بيقطع في النص عشان ما فيهوش جاز، يعني في حاجات كتيره جدا الناس ما تعرفهاش. واحنا ما نقدرش نعلن ان المباراه عندنا واحنا لحد دلوقتي لسه ما خدناهاش بالظبط، لكن انتوا يعني بطمن جمهور الزمالك اللي احنا لحد اللحظه اللي احنا فيها دي بنعمل كل الاتصالات وكل الاستعدادات ان احنا ناخد المباراه، وان شاء الله يعني باذن الله نقدر نوصل بكره النتيجه ان شاء الله. وان شاء الله يعني نسعد جمهور الزمالك زي ما بنسعد جمهور الاهلي زي ما بنسعد جمهور الاسماعيلي. وعايز اقول حاجه، يعني عايز اقول حاجه، احنا يعني قبل كده ماتش الاهلي حصل فينا الموقف اللي هو المباراه يانج افريكانز، الدور اللي فات الدور اللي فات على طول كانت على كل القنوات وكل القنوات ما عرفتش تذاعها بالظبط، يعني ده موضوع مش بعيد، ده لسه الاسبوع اللي فات الاهلي والاسبوع دوت احنا في مشكله الزمالك بالظبط. لكن ان شاء الله باذن الله طبعا احنا لو الناس رجعت بالذاكره كده لورا، احنا اكثر قناه ذاعت مباريات افريقيا للزمالك وللاهلي حصري بالظبط، يعني بالزبط. لو الناس تفتكر يعني، ولكن ان شاء الله ذعنا الزمالك ويانج افريكانز السنه اللي قبل اللي فاتت، الزمالك وافريكا سبورت من هناك ويعني كنا موجودين كتير مفيش ماتشات الزمالك مفيش كلها اللي هي في الادوار ال 64 و 32 ودور ال 16 قبل دوري المجموعات السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا، بالاضافه لماتشات الاهلي اللي كنا بنقدر نذيعه او بنوصل له، وزايعين مباراه الاسماعيلي يا كريم في لسه الاسبوع اللي قبل اللي فات امام بطل الكونغو الكونفدراليه. يعني مفيش الحمد لله حدث او مباراه بنقدر ان احنا نغض النظر عنها او نسيبها، لكن انا بطمن الناس احنا بنعمل كل محاولاتنا بكره، وباذن الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نوصل للنتيجه ان شاء الله، ونقدر نسعد الجمهور باذن الله تمام الزمالك، والزمالك يصعد والاهلي يصعد، وان شاء الله يا رب يعني تكون مستقبل الكره في مصر احسن بكتير من وضعنا دلوقتي باذن الله. شكرا يا كريم. بشكرك استاذ ايهاب جلال طبعا رئيس قناه النهار رياضه والمجهود الكبير اللي بيعمله.